محطتنا الرمضانية رح نتوقف فيها مع الرياضة والبولينج، تحديدا نتعرف على جوانب هاللعبة، إنجازات سورية ومشاركتها فيها مع بطل الجمهورية العربية السورية وممثلها رسميا بالبطولات الخارجية أمير زياد مارديني والسيد ميشيل خوري رئيس اتحاد البلياردو والبولينج. يسعد صباحكم، رمضان كريم. يسعد صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه امير، خلينا نتعرف من حضرتك عن لعبه البولينج وكيف بدات فيها. هي رياضه مثل اي رياضه ثانيه، بس بتتميز انها بتعتمد كثير على التركيز وعلى اللياقه البدنيه والتوازن بالجسم. بتعتمد كثير هي على او بالاحرى خلينا نقول العمر الكبير بيلعب كثير دور ايجابي على عكس الرياضات الثانيه، لانه الواحد بحكم العمر الكبير بيزيد تركيزه على اللعبه هي. وبلشت فيها بمصر، كنت بدرس بمصر، يعني بالصدفه عن طريق الصدفه لفتت نظري وتعلمت شوي شوي، والحمد لله اني وصلت للمواصيل وصرت بطل الجمهوريه العربيه السورية. الحمد لله. سيد ميشيل، يمكن اتحاد البولينج والبلياردو بيغيب شوي عن اذهان الناس، يعني يمكن ما يعرفوا انه في اتحاد للبولينج والبلياردو، كيف فيهم ينضموا له وشو ممكن تعطينا لمحه عنه؟ الحقيقه بدايه بالنسبه لانتشار اللعبه بشكل عام، بحسب تصنيف اللجنه الاولمبيه الدوليه، رياضة البلياردو والبولينج هي اللعبة الشعبية الممارسة ممارسة رقم 2 بالعالم ككل بعد كرة القدم، انه عدد الناس اللي بيمارسوا اللعبة كهواة ليس كمحترفين. بالنسبة لنا بسوريا، اكيد سابقا قبل الأزمة كان عندنا 1200 صالة بلياردو خاصة منتشرة بسوريا. هدول طبعا حسب الاحصائيات اللي عندنا هو العدد اكبر من هيك بكثير، فالانتشار هو كبير، يمكن نحن مقصرين شوي اعلاميا. ومثل اي رياضه ثانيه بالبلد، في عدد كبير من الانديه الرسميه الرياضيه الرسميه اللي هي معتمده من قبل الاتحاد الرياضي العام. اي شخص ممكن يروح على نادي من هدول الانديه، مثل بدمشق مثلا نادي الوحده، نادي برده، كل الأندية هدول، وطبعا بباقي المحافظات نفس الشيء، بيقدم طلب انتساب، بحدد اللعبة اللي هو حابب يلعبها، بعدين عن طريق النادي كمان بصير يشارك بطولات محافظته، بعدين كل محافظة بتبعت لاعبين المميزين للمشاركة ببطولات الجمهورية اللي بتقيمها سنويا اتحاد اللعبة، طبعا لكل الفئات، يعني للناشئين والشباب والرجال والسيدات بكل الفئات. نعم. إذا بدنا نحكي عن سوريا بشكل خاص اليوم، قد في اهتمام من الرياضيين بهي اللعبة تحديدا، وقد في مفهوم صحيح انه فعلا نتطور وناخذ بطولات مثل ما شفنا عند أمير؟ بالحقيقة التطوير بيعتمد على أمور كثيرة، أهم البنية التحتية. نعم. نحن بالبلياردو والسنوكر يمكن البنية التحتية اللي عندنا كجهات رسمية هي أقوى بكثير من البولينج، كأنه البولينج دخل لاحقا وتكاليفه أكبر بكثير. طبعا كان نحن في عنا ضمن الخطة، خطة المنشآت الاتحاد الرياضي العام أقر بعام 2011 أنه نحن رح يكون عنا صالة بولينج الحقيقة من أفضل الصالات على مستوى العالم، الصالة رح تكون مهيئة لاستضافة أي بطولات على المستوى القاري أو الدولي. بس للأسف بعد اندلاع الأزمة توقفت كل هاي المشاريع وكذا ومنا البولينج. هلا بالبلياردو نحن عندنا صالات خاصة باتحاد اللعبة، عندنا صالات خاصة بتدريب المنتخبات الوطنية بشكل خاص يعني، وكمان نحن مقيم نشاطنا السنوي كاتحاد بطولات جمهورية فيها. هي الصالات موجودة بمدينة الفيحاء الرياضية، وعندنا صالة كبيرة كتير ومميزة كمان وجديدة، كانت جديدة بحلب بملعب الحمدانية، واتمنى هلا عن قريب رح نرد نستلم هي الصالة، وان شاء الله الوضع بيرجع بيتحسن. وحتى على المستوى الفني الخارجي عندنا انجازات كبيره، نحن عندنا ثاني اسيا كان، وعندنا ميداليتين بدوره الالعاب الاسيويه بكوريا 2013، باخر مشاركه عربيه كان عندنا بالسنوكر اول وثاني العرب لعبوا اثنين سوريين النهائي، يعني فنتائجنا كانت مميزه. حتى تصنيفنا كاتحاد على رانكينج الاتحاد الدولي كاتحاد كامل، مو لاعب واحد او شيء، سوريا كان مركزها التاسع على الرانكينج من اصل 143 دوله. ف
طبعا تأثرنا بعد 2013، صار يصير تراجع تدريجي نتيجة ظروف كبيرة. أهم أنه النشاط الداخلي أو المستوى الفني للنشاط الداخلي صار أضعف، إذا بدنا نقول الدوري اللي عندنا أو البطولات اللي عندنا صار أضعف. السبب الرئيسي نتيجة خروج بعض المحافظات، يعني ما عاد في إمكانية لممارسة اللعبة فيها مثل قبل. أميرة بتلعب أكثر من نوع من الرياضة، كرة الطائرة وكرة السلة والبولينج، شو اللي خلاك تتميز بالأخيرة وتحصل على لقب بطل الجمهورية؟ هلا مثل ما قلت لك، هي الرياضة كثير مميزة، يعني هي اللي ما بيعرف الرياضة بيشوفها بيفكرها هي مجرد طابة بتزتيها بتوعي، يعني مجرد تسلية بفكرها بالضبط، هي الترفيهية. بس أنت لما بتحترفي فيها وبتنجزي فيها، بس يتقدم شوي مستواك حتلاقي هي صارت سوسة من مثل أي سوسة تانية، وكثير رائعة، كثير بتشد الواحد. أكيد نتمنى لك التوفيق أمير، ونشوف المزيد من البطولات. نرجع عن ميشيل ونحكي أكثر عن واقع الرياضة بشكل عام، يمكن لمحة صغيرة عن البولينج تعرفنا قد إيه هي يمكن كمان تأثرت مثل باقي مجالات الحياة، لكن الرياضة بشكل عام اليوم كيف بتشوفها وكيف موقع سوريا من بين العالم؟ شوف بالحقيقة، يعني ممكن أنا هيك من الأشخاص يلي بالرياضة السورية يلي بسافروا لبرا كتير، بحكم أنه عندي منصب دولي غير أني رئيس الاتحاد السوري. بالحقيقة نحن وين ما بنروح وعلى أي دولة نلتقي، أعطيكي مثال، وزير الشباب والرياضة بإندونيسيا ورئيسة اللجنة الأولمبية مرة، كان موجود نائب رئيس مجلس وزراء كمان، ونفس الشيء بماليزيا، استغربوا أنه كيف في فريق سوري عم يجي لسه وعم يشارك، وكيف في لاعبين مثلا سنوكر لسه الدولة عم تدفع لهم، مقيمين بالفنادق تبع الاتحاد الرياضي، عم ياكلوا ويشربوا ويداموا ويتمرنوا وياخذوا رواتب ويروحوا ويلعبوا ويحققوا ميداليات، وعم ينرفع العلم الوطني وينعزف النشيد السوري. طبعا هذا الشيء ضمن هاي الظروف انا بعده مو انجاز، هذا اعجاز كبير، هذا بدل على إرادة وتصميم كتير كبار من الرياضي السوري. طبعا يعني ضمن هاي الظروف أكيد المنافسة قوية جدا، خصوصا بعد حرماننا من مشاركات البطولات العربية، صرنا نشارك على المستوى القاري بس، فأنت عم تنافسي دول بأغلب الرياضات، أغلب الدول الآسيوية هي من مصاف الدول المتقدمة بالرياضات هاي، فالمنافسات شديدة، ومع هيك أثبت الرياضي السوري أنه هو حلم كذا. والحقيقة ما يقدم من الحكومة ومن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للرياضيين ضمن هاي الظروف هو شيء كتير كبير. يعني أنا إذا بحكي لكم قصة ممكن المشاهد ما يصدق، إحنا كان عندنا فعلا مميزين وكذا وهيك، إحنا مو حتى بس عندنا خطة معينة بننفذها، طبعا كل شيء في خطط تعد من قبل بسنة بتنرفع لوزارة المالية وكذا، وعلى أساسها بينرصد موازنات معينة للاتحاد الرياضي. هلأ الشيء الأكيد أنه هاي الموازنات إذا بنقارنها بغيرنا هي ضعيفة جدا، بس ضمن ظروفنا نحن شايفينها كتير كبيرة، ومع ذلك عم بإمكانيات بسيطة ومتواضعة عم نحقق الشيء الكتير، وعم يتقدم لهالشخص الرياضي المميز حقه ليحقق هذا الإنجاز الحقيقة. ففي اهتمام بهذا الرياضي، بدون هذا الاهتمام أكيد ما لح يكون في نتائج. فأنا في بعض الحالات شوف أحيانا على مواقع التواصل في نوع من الظلم، حطوا لك صورة للاعب مثلا، والله هذا ما جابوا له عصاية لنفترض يلعب فيها زبناه، أو لاعب التنس ما جابوا له مضرب، وهذا الحقيقة هذا كلام غير صحيح. التجهيزات مقبولة وأحيانا ممتازة وبتخضع لقوانين وأنظمة معينة، يعني الناس ما بيعرفوا أنه بالنهاية نحن قطاع عندنا أنظمة وقوانين بتقيد فيها، فبعض الأحيان بيفكروا أنه يعني الأمور سهلة كتير ولازم كل شيء يكون مستجاب. بس صدقيني أنا إذا بدي أحكي عن لعبتي، نحن لحد اليوم أفضل من دول كتير غنية جداً ومتقدمة بالرياضة، ما يقدم لنا ما هو بالشيء القليل.
يمكن مثل ما قلت كمان استاذ ميشيل انه بهالسبع سنين صار في اصرار اكثر عند الشباب حتى يروحوا يرفعوا اسم بلدهم ويقولوا للعالم نحن موجودين باي مجال من المجالات، وعم نشوف هذا الشيء من خلال التكريمات بالمحافل حتى الدوليه. امير بدي اسالك، بعد ما حصلت على هذا اللقب شو طموحك؟ قد صار عندك مسؤوليه؟ هل عم تشتغل على اشياء اكثر حتى فعلا تحصل على لقب كان يكون دولي؟ هلا خليني احكي، ما حاحكي بشكل فردي، انا اللي بيهمني انه يصير عندنا منتخب كثير قوي ينافس برا بشكل انه نرفع علم بلدنا بهالوقت هذا بالامكانيات المتاحه. طبعا البولينج هو بس اعطينا فكره، هو بيكون عباره عن فريق وقديه ممكن يكون عدده حتى الناس اللي ما بتعرف؟ هلا في بطولات بتكون فرديه مفتوحه، تمام، في بطولات فرديه غير مفتوحه بتشارك فيها باسم الدوله بتشارك فيها. البطولات عبارة عن فردية وزوجية وفرق عبارة عن 5 أشخاص. طبعاً. الفريق بيكون. بالنسبة للبطولة كمان اللي نجحت فيه أمير، قدي كان في روح منافسة عالية، خبرنا كيف كان الجو، الحماس، قدي كان عندك دافع ذاتي إنه أنت فعلا تحصد البطولة؟ ويعني كل الأنظار مثل ما كمان تفضل أستاذ ميشيل وحكى إنه فعلا إنه كل الدنيا عم تستغرب من الفريق السوري وين ما كان. هلا بصراحة المجتمع تبع البولينج اللي هي اللعيبة تبع البولينج كلياتنا تقريبا بنعرف بعض، كلهم عندهم روح رياضية حلوة، فكانت منافسة كتير قوية بنفس الوقت كتير في روح رياضية كانت بيناتنا، فحتى في طعم للفوز مثل ما بيقولوا على رفيق. أكيد. كمان استاذ ميشيل خلينا نحكي اليوم، يعني شو بتحس انه في عقبات في صعوبات بالاضافه، يعني كلياتنا بنعرف هي الازمه قد اثرت على كل هي المجالات اللي عم نعيشها سواء ماديا وسواء عقبات من الدول الخارجيه بسفر الفرق وغيرها. اكيد نحن باكثر من مره حرمنا بانه نحصل على تاشيرات للمشاركات ببطولات. يعني قبل بشوي كنت عم قلكم يوم كان تصنيفنا نحن بالبلياردو والسنوكر 9 على العالم كاتحاد، كان في بطولة عالم بلاتفيا، والحقيقة النقاط يلي بدنا نكسبها من هاي البطولة، وكان عنا أمل كبير بهديك الفترة بالذات كان مستوانا الفني كتير عالي انه نحن نحقق ميدالية. يعني ما في سفارة للاتفيا أكيد لا بسوريا ولا حتى بلبنان، ومشكور الاتحاد الرياضي بهذاك الوقت تصوري انه بعت كل الفريق المشارك على تركيا بالطياره ومصاريفهم من شان بس يروحوا يعملوا المقابله بالسفاره للحصول على التاشيرات، ومع هيك اجى رفض. وقت بعتنا كتاب للسفاره انه بعثوا لنا شو هن اسباب الرفض واللي هن ملزمين بعثوا لنا اياه، الحقيقه ما اجى رد. وبهذاك الوقت حتى عملنا شكوى رسميه للاتحاد الدولي انه نحن رياضيين وبحسب الميثاق الأولمبي الرياضة ما لها علاقة بالسياسة مثل ما هن بيدعوا، فتبعنا مبدأ من فمك ودينك يعني. الاتحاد الدولي بعت لهم استفسار وكذا وهيك وليش وما أجا رد. هاي مثال، وأكيد باقي الرياضات عانوا من نفس القصة لفترات طويلة. فبهديك البطولة نحن تراجعنا تصوري بطولة واحدة من المركز 9 للمركز 23 لأنه ما شاركنا. مجرد المشاركة ولو ما حققنا نتائج مميزة كنا رح نضل ضمن أول 12. فهي مثال عن كيف تحارب الرياضة السورية. ممكن تكونوا كمان حققتوا مركز كتير مهم، خاصة أنه عندك يمكن طاقات شبابية كبيرة. بدي أسألك أستاذة ميشيل، الطاقات الشبابية والمواهب الشبابية كيف عم تتبنوها؟ كيف طبعا عم تحاولوا تطوروا هاي القدرات توصلوها فعلا لتكون عم تمثل سوريا حتى برا؟ هلا بالحقيقة بالضمن سياسة الاتحاد الرياضي بهذا الموضوع في مسارين. المسار الأول في عنا شيء اسمه الأولمبياد الوطني للناشئين، هذا كل سنة بنظمه، هو فكرة جديدة صار لها 3-4 سنين بنظمه الاتحاد الرياضي. كل اتحاد بيحدد من كل محافظة عدد من اللاعبين يلي سنهم ما بيتجاوز مثلا 14 سنة أو 12. هلا المحافظات اللي عم يتم فيها شو هي؟ هلا اغلب المحافظات عم تمارس نشاطها، يعني تصوري حتى مثلا محافظه دير الزور، تمام، فرع الاتحاد الرياضي بدير الزور مأمنين له مكاتب بدمشق وكذا وهيك، والناس اللي هن من كانوا اللاعبين السابقين او من اهل دير الزور موجودين بدمشق او باللاذقيه او كذا لساهم عم يشاركوا باسم انديه دير الزور. بس اكيد يعني الواحد مو مثل بس يكون بمحافظته وبيته، فعم يكون في خطط بديلة لتجاوز هاي الظروف. هذا المسار الأول، الأولمبياد الوطني للناشئين دائما بيفرز مواهب، هاي المواهب بعدين اتحادات الألعاب بيتبنوها
بحيث انه بالمستقبل يكون هذا بطل رياضي، هاللاعب موهوب من هو وصغير. المسار الثاني هو طبعا البطولات الرسميه اللي بيعملوها اتحادات الالعاب، كل اتحاد له بطولاته الخاصه، بنفس الوقت بطولات الاشبال والناشئين تفرز مواهب ممكن يعتنوا فيها كمان. نفس الشيء نحن كان معنا، يعني انا بجيب لك مثال، نحن كان بطل الناشئين عندنا كنا ناخذه احتياط فريق الرجال. احيانا يجي شكوى على الاتحاد انه انا مثلا اللاعب صاحب المركز الثالث بالرجال ما اخذوني كذا، انا لي حق اخذوا واحد صغير بدالي. نحن كنا نشوف انه لازم هذا يحتك الصغير ويكتسب خبره، وفعلا هاي الخطه اسمرت بعد فتره، وكان لاعب عمره 17 سنه ربح بطوله غرب اسيا رجال. بطوله غرب اسيا بالبلياردو انا بصنفها بقوه بطوله اسيا، كثير غرب اسيا قوي بالبلياردو. فهي مثال عن، بس للاسف كمان في نزيف كوادر، يعني هذا اللاعب نفسه مثلا طلع على المانيا. يعني انا اول 8 لاعبين مصنفين عندي كانوا بسنة 2014، للأسف في منهم لاعب واحد فقط هلأ داخل القطر. فهذا الشيء يعني اليوم بس يجي الاتحاد الرياضي أعداد اللاعب 6 سنوات أو 7 سنوات، في لاعبين قعدوا بالفندق 6 سنوات بالاتحاد الرياضي معتني فيهم. تعرفي التكاليف الفنادق يعني أكل شارب نايم مثل ما بنقول، يعني هي أقل شيء ممكن نحكي فيه طبعا، زائد معسكر داخلي مغلق بياخد راتبه فيه، مدربين أجانب أو مدربين وطنيين عم يدربوا، زائد بطولات خارجية ومعسكرات خارجية كله عم ينصرف عليهم. بعدين بلحظة هيك لقيتي هذا كله خسرتي، بدك تبدي من جديد. حتى لو عنا رديف، الرديف بدل هداك صار له 6 سنين مثلا، هذا صار له 2 سنين عم نعده رديف، بحس بس هداك يخلص بكون هذا وصل لمرحلته. صحيح. وقت هداك راح عمل فجوة. الحقيقة هي الفجوة موجودة بأغلب الرياضات صارت، وتجاوزها شيء ما نو قليل أبدا. وبس يعني نحن ورفقاتنا بالاتحادات كلياتنا إن شاء الله أنه نكون قد هالمهمة، وأكيد بمساعدة المكتب التنفيذي والمسؤولين عن الرياضة اللي هن حايزين على صقة القيادة السياسية، أكيد يعني إن شاء الله أدوا قدود إن شاء الله. أكيد أستاذ مشعل مثل ما حكيت، يعني عن جد نحن خسرنا كثير من الكفاءات بكل المجالات، بالرياضة بالمجالات العلمية وغيرها، لكن دائما مثل كمان ما تفضلت وحكيت في طاقات متجددة. كان أمير أكبر مثال عليها، يلي يمكن أكثر من 10 سنين برياضة البولينج أمير، ومئة بطولة وغيرها. بدنا نعرف أكثر عن تفاصيل حياتك الرياضية وإنجازاتك. هلا انا بحكم اني كنت عايش بمصر من 2007 تقريبا، اشتركت بكثير بطولات خارجيه سواء رسميه او وديه او مفتوحه، مثل بطوله العرب شاركت فيها اكثر من مره، بطوله الصين الدوليه المفتوحه اللي هي بشارك فيها كل ابطال العالم عرب واجانب، بكاس مصر، ببطوله الجمهوريه عندنا بسوريا، بطولات وديه نحن عم نعمل بسوريا. هلا حاليا في شركة هي الراعية للبطولات تبعنا هلا حاليا، امبارح كان في بطولة يعني لسه ما خلصت، اليوم ان شاء الله النهائيات. كل شهر راح يعملوا فيها من يعني كل شهر من كل جمعة من كل شهر بدهم يعملوا فيها بطولة ان شاء الله، وبتمنى طبعا دعم من الاتحاد ومن سبونسرية باللعبة. حسيت تغيرت حياتك امير بعد ما حصلت على اللقب؟ يعني صرت انت مميز بين اهلك، بين رفقاتك، بين طبعا حتى اللي عم يلعبوا معك بولينج، انه صاروا يشوفوك قدوه لهم، انه عندك اراده حتى حققت هذا اللقب. هلا اللقب بتحققيه باي مجال معين، هذا بيعتبر انجاز لصالحك، نقطه حلوه لإلك. يعني في ناس بتفتخر فيكي، في ناس بتكوني قدوه لإلها، اكيد هذا الشيء بيضيف لإلك. اكيد استاذ ميشيل، اليوم كلمه بتحب توجهها لكل الرياضيين السوريين سواء موجودين خارج البلد او اللي بعدهم موجودين هون، وخلينا نقول عم بيحاربوا لحتوا ياخذوا لقب وياخذوا بطوله ويثبتوا دائما اسم والعلم السوري وين ما كانوا موجودين؟ الحقيقه انا بتشكر كل الرياضيين السوريين كل مفاصلهم، من لاعبين واداريين وحكام وقياده رياضيه، يلي هن عم يشتغلوا باصعب الظروف لحتى يلعبوا باسم بلدهم ولحتى يرفعوا العلم السوري ونعزف النشيد المحافل الدولية. وبتمنى من أي رياضي سواء كان بطل أو حقق نتائج منيحة أو لا وهو خارج القطر، أنه يرجع يتطلع
بالعين الأم اللي شافته أول شيء هو يطلع بتاني عين إنه هو هاي البلد يلي صرفت عليه ووصلته لهذا المستوى وكذا. وأكيد هدول أولادنا، نحن بنتمنى إنه يرجعوا أو بأحسن الظروف يشوفوا هن كيف ممكن يكونوا إيجابيين تجاه بلدهم، حتى من الدول اللي هن متواجدين فيها بالخارج، لحتى نساعد كلياتنا مع بعض. وأنا بعرف إنه أبواب مو بس اتحادنا، ونحن جزء من منظمة الاتحاد الرياضي العام، أبواب الاتحاد الرياضي مفتوحة لكل أبناء سوريا بالأخص الرياضيين الأبطال. أمير، بتحب توجه كمان كلمة قبل الختام؟ بتحب توجه أي كلمة لكل اللي عم يشوفونا؟ بدي وجه شكر أول شيء للاتحاد اللي عم بيحاول يدعمنا بالإمكانيات المتاحة له. بدي أتوجه شكر للشركة اللي عم ترعى البطولات تبعنا هلأ حالياً، واللاعبين اللي كتير روحهم عالية وحلوة وفيهم مستويات كتير رائعة. والشكر الأكبر لأهلي وبالأخص لوالدي اللي هو كان الداعم من 10 سنين لهلأ، الداعم المادي والمعنوي. نعم، كمان بالنسبة للرياضيين الموجودين خارج البلد، أستاذ ميشيل وجه لهم كلمة وخلينا نقول دعوة لحتى يرجعوا على البلد اللي احتضنهم وهو اللي كبرهم، فأنت كمان شو بتحب توجه كلمة من خلال تجربتك بالنجاح داخل البلد بظل هاي الظروف؟ أكيد البلد لها كتير فضل كبير علي، سواء فضل مباشر أو غير مباشر، ما فينا ننكر هذا الفضل، وإن شاء الله بيتم في دعم من هالبلد للرياضيين لإلي ولغيري إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بإذن الله. هيك دائما نستضيف المواهب السورية حتى بالرياضة وتكون محققة نتائج كتير مهمة حتى بالمحافل الدولية وأيضا بضمن الجمهورية العربية السورية. أنا بدي أشكركم لوجودكم معنا، أكيد أمير زياد مارديني والسيد ميشيل خوري رئيس اتحاد البلياردو والبولينج، شكرا لوجودكم معنا. شكرا. أكيد أنكرر شكرنا لكم، وبدنا نتمنى لك أمير كل التوفيق، وطبعا الأستاذ ميشيل كمان دائما نشوف هي الروح العالية وهذا النجاح بكل المجالات. شكرا لكم. شكرا.